انا عملت رجل الشمال بيحصل فيها الم. الرجل الشمال بيحصل فيها الم؟ ايوه ايوه. انت حضرتك بقوم من النوم بتصحيني من النوم ساعات. في انهي حته؟ في الرجل، في القدم ولا في الركبه؟ في الركبه من الجنب الشمال، الرجل الشمال. نعم الركبه الشمال. ايوه من ناحيه الطبقه الشمال في الركبه، مش في الركبه، من قدام، من الجنب، من الجنب. من الجنب. ايوه حضرتك ساعات من ساعات من ناحيه الطبقه ساعات بعد لو وقفت تحط كتف الشمال دي في عند الملوح كده، يعني في خشونه كده اهو، في الم برضه. في الم بس ما نعرفش بقى خشونه ولا لا. طيب في الم، الم ده مع الحركه والمشي ولا بالليل وانت نايم؟ لا وانا ماشي مرتاح 100 100. وانت ماشي مرتاح 100 100؟ تمام. لكن ممكن عملت ساعه دبل قبل كده؟ ايوه عملت ساعه دبل ما طلعش فيها حاجه. ما طلعش فيها حاجه. تمام تمام تمام. طيب في الم في كعب رجليك؟ لا هي بس الركبه من من الجنب. وانا طالع السلم بقى ساعات بيبقى في الم، لازم اظبط على الايام الاثنين. صح كده. وانت طالع السلم او تاني ركبتك؟ نعم. مع التاني. مع تاني ركبتك. صح كده. تمام. السن حضرتك كام يا استاذ ناصر؟ السن؟ انا 54 54. ماشي يا استاذ ناصر، حاضر. 54 و 64 54. 54؟ هو طبعا شكوى. ألف سلامة على حضرتك يا أستاذ ناصر الدكتور. ونكمل بقى الإجابة. بص حضرتك، هو شوف برضو احنا ما بن يعني مهم جدا جدا التاريخ المرضي أو السؤال، لأنه أولا طب أنت لا بيقول لك في المشي أنا 100 100، ما فيش أي مشكلة. مشكلته حاجتين، مشكلته حاجتين، السلم، السلم وهو نايم بالليل لو مثلا ممكن وهو تاني ركبته أو حاجة زي كده تصحيه من النوم. الموضوع ده لسه كنا ذكرناه اللي هي موضوع الآلام بالركبه اللي هي مع 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 تاني الركبه وطلوع السلم، ودي بتبقى قلنا نتيجه ضعف في عضله الفخذ مؤثره على اللي هي العضله المتحكمه في العظمه اللي هي قلنا عليها الصابونه او غطا الركبه اللي بتتحرك عشان تحمي الركبه، ولكن هي بتتحرك بدون ما تعمل احتكاك في عضله الفخذ. لو حصل ضعف في عضله الفخذ يبتدي يحصل هذا الاحتكاك مجرد ما تنى ركبته لفتره طويله او طالع ونزل السلم او بيصلي في الوضع ده في الاوضاع دي يبتدي يحصل الالم، لكن في المشي ما يشعرش بالم، في المشي ما يشعرش بالم لان المشي بيعتمد على مفصل الركبه نفسه، لكن طلوع السلم وتاني الركبه والسجود و والكلام ده كله بيعتمد على حركه الصابونه اللي احنا قلنا عليها. فده الموضوع ببساطه، واشاعته هتطلع مظبوطه ما فيهاش حاجه. اشاعته فعلا كويسه ما فيهاش اي موضوع ببساطه، موضوع بسيط جدا جدا انه محتاج لتقويه عضلات الفخذ سواء بالتمارين او بالعلاج الطبيعي، هو محتاج كام جلسه علاج طبيعي وتقويه العضلات هتختفي هذه الشكوى تماما مع بعض الادويه اللي هي بتريح اللي هي بتريح العضلات.